ما في شيء بدوم، مش بلبنان، بالدنيا كلها. الفرح له نهاية والحزن له نهاية والأزمات لها نهاية، وهذه مش أول مرة بينتكس لبنان، هيدا لبنان مش حي الله حدا. أنا بحب لبنان، مجبولي بتراب هيدا الأرض، وكل حدا لازم يحب لبنان موجود على هيدا الأرض، واللي ما بيحب لبنان وحاسس حاله أنه مغبون بهيدا البلد مش قادر يعطيه من قلبه يفل. بس اللي بيحب لبنان لازم يكون مصر أنه يضل لحتى يقدر يعطي لهالبلد اللي لازم ياخده منه. لا ما بفتكر رح نشوف كليب، بس إن شاء الله أنه يكون الألبوم هيدا بلاقي نجاح كبير حسب ما عم شوف بالحفلات. في كتير جمهور عم بغني بالأغاني الجديدة، وهذا الشيء بيفرحني وبيعطيني حافز جديد لحتى أعمل أغاني جديدة. بقدم لكم ألبوم كاريزما، هذا مؤخرا آخر بكورة أعمالي، وبقلكم أنه إن شاء الله قريبا منزور العراق الحبيبي، ومشكورين لوجودكم عنا بلبنان، لأنه وجودكم هو نسمة هواء وأكسجين.